السلام عليكم الزول في اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جي اس كا اخبار تي في، وكذلك جي اس كا اخبار التي دائما ما تاتيكم بالحصري والجديد طبعا على اخبار شبيبه القبائل، يعني حصريا اليوم يعني كما عودناكم راح نشارك معكم اخر الاخبار التي كما احنا نقولوا قدموها اليوم عبر جريده الكومبيتيسيون. ماذا تكلموا وماذا قالوا عن شبيبة القبائل؟ قال لك قبل يوم واحد من الكلاسيكو بن صافي وبهلول يعاينون المباريات الأخيرة للعميد. طبعا شبيبة القبائل تجهز مخططها المضاد للمولودية، يعني طبعا رحماني حارس شبيبة القبائل وحديد غير متاحين للكلاسيكو بن رابح يريد نيل الإعجاب. مدان قال لك هدفنا التواجد مع كوكبة المقدمة في الموسم القادم، ودودان طبعا بدأ عمله. ترى يعني ماذا يقدم دودان وماذا يخبئ لنا دودان يعني في مفاجأة الكلاسيكو هذه؟ نتمنى إن شاء الله يا ربي العودة بالنقاط 3 دائما لزيادة مرتبة شبيبة القبائل، ونتمنى كذلك من محبين وأنصار شبيبة القبائل أنهم يكونوا حاضرين غدوة بقوة لمناصرة شبيبة القبائل. ولا تنسى كذلك الإعجاب لايك على الفيديو، وخليونا دائما الآراء تاعكم في التعليقات.